اسمه راي الحكايه اذا هي موجوده تو على الفيسبوك تقسمت على 50 50 راه الى حد الان الناس اللي ما تعرفوا تجهلوا ما عرفونيش سمعوا اش معناتها تقسمت 50 50 ثم اللي موافقيني ثم الناس تبعثت لي ميساج ثم الناس بعثوا لي كلاش قالوا لي رد وانا انت انا ديجا رديت مره واخر مره بالشهره نتاعك وهما اللي نقولوا مش معروفين و50 50 معاك تسميو تبارك الله عليهم نحكي على الفئه اللي يمنوا بها هم نحكيش على اون جينيرال كان مش نتوسعوا على الجمهور العريض لا وقتها ماناش فرد ميزان في الحكايه باش نحكي لك انا حكيت فاست ماناش فرد ميزان هك انت توا في النايف فهمني كما امينو امينو بالنسبه معناها عاودي لي في المره امينو امينو فهمني دون كاميليون فهمني انت كي تغزر له وانا دون فيتو كورليون البوا البوا نتاعو في الراب شناهي البوا نتاعك في الراب انا باش انت رايك انت انا اول مره نسمع بيك جاني لطفي العبدلي قال لي فما طفل انتريسون يعمل في الراب قلت له قدمني ليه هذا عنده عام ونص ولطفي توا يعمل في تيتر معاك خدمني سيد تيتر ديجا اسمه لا ريبونس اوكي معناها هو محمد علي يخدم كليب مع بالتي لي زاكتور اللي احنا خرجنا من الاولد سكول انا ولطفي امينو ايش رايك معناها امينو اللي شنو البوان تاعي معناها امينو شنو السؤال انا رايي ما نجمش نعطيه توا خاطر يلزم نسمع ريبرتوار نتاعك إذا يتعرف عليك انت قبل ما ترقد تسمعني معناها باس تسمع الدون كاميليون نحب نقول حاجه كاميليون ما يسمعش الدون لا 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 وصلت المعلومه معنا قبل ما ترقد تسمعني اما سامحني باش نعمل ديو مع لطفي العبدلي لطفي العبدلي خدمناه ديجا تيتر معناتها هو رابور معناتها شباب سلي شنو الفرق بين لطفي استنى لطفي العبدلي باش يمجدهولك لا مانيش نمجد ولا جمله أبار فرد حوم اسمع لطفي العبدلي كي جي معناها باش يغني قال لي راني مانيش رابور قال لي حبوا نعملوا حاجه معناها مع بعضنا فهمني وخرجت معناها شبابه فهمت انا رابور انا رابور نعطيك تسمع لي التيتر نتاعي محمد علي بن جمعه انت تحب ولا تكره انا رابور يسبرون بوان رابور خليني خويا نتوهم انا خليني متوهم فلسفة أمبيانس يا بالخوجة تجم تحكي لك عليه يا 25 ans التالي شكنت نعمل أنا في الراب والهيب هوب سي أن تيموا تري تري امبورتون ميرسي على سي ام اللي جبتوها اليوم كوستا اللي عم فيه دالي أنت تعتبره مش راب؟ لا راب شو موزيكا راهو ما ندخلوش راهو في هذيك الشوا نتاعو وخدمته على روحه احنا ندخل خويا ما هو يحب انسان تحب تعاون لي رابور عم برودكسيون باش نعمل لا مش باش سيء انا نقول لك سيء انا نقول لك سيء سامحني انت بوزبيع بوزبيع وقت اللي عاون الكلوب ما قالهمش نحب نحاول لو ليكزامبل سمعته في الفيديو هذاك هو لوجيك انا مازلت نجم نكور باش نعرف نكور ونعاون باش نعاون تعرف باش نعاون حتى بالكلمه راه اي عاون بالكلمه مش تعاون وحتى بالبرودكسيون يا خويا خليني انا اهترت خليني نهتر واحد مهمنيش والله لا واغزر لي شو مع كامل احترامي ليك راني احترمك كممثل وكشخص يعيش مشكله وانا عبرت لك راهو حتى كي كلاشيتني فسختنا اللي عملناه الكل لا وراسك لا ولا فسختنا اللي عملناه لا لا بروس عبيد ولا تغزر لنا عباد موشمه وعباد كلمه غالطه هذيك انت هي كلمه غالطه انا اغزر انا اللي في الدومين وفهمتها بالغلط خلي العباد الاخرين خويا كيفاش يفهموا يا كوستا انت تو بيرمي للناس باش يسبوا لي امي في الفيسبوك انا ما نجمش نقول لها عشوائي ما نتحكمش في العباد كوستا نتحكمش في العباد عشوائي نحكي لهم سبوه انا ما قلتش سبوه لا عمري ما قلت كوستا سامحني محمد علي جيست كليبي موجه لك انت شوف ديجا بونك نعرفوا بعضنا ديجا نحن وولاد دومين كيفاش يقولوها نحن انا باش نعطي لافي نتاعي انا بيرسونيل بكل ديمقراطيه دونك انا بمنطلق فهمتني معناها باش ناخذ راب كحضاره في العالم الكل جو نو سوي با كونتر فهمتني خليه يعمل موزيك تاع روحه حاجه اللي نحن بالعكس هذايا تولي نحن باش نحن نزيدوا نعملوا اكثر ونخدموا اكثر وكيما فرضني قبل تتفكر الاوقات وقت اللي كان الراب يسمعوا صاحبك في الدوره توا ولا عندنا بيبليك كبير ولا تلعب تحكي بينا نحن اللي باش نفرضوه نحن بالفن نتاعنا اللي هو فن معناها في العالم باش نفرضوه في العالم كوميرس الراب ولا انا تعرف حاجه ما نسميوش كوميرس علاش الشركه ما تعملش عباد تفركس على الرابور علاش الرابور يتشحطف قدام الوحده يبدا مطيش بالسي دي نتاعه ويبدا يجمع ويفركس على الرابور شنو اسمه كستري كوستي غني شنو دو تيت انا كونت مره دي دونسور كونت ممثلين مشهورين اكتشفت انا كونت رابوريت اول واحد عمل لي كونت فوندر تاع بريمير ايكول نتاع عرب
كوم كوم بينيفول نصرف عليها في ملايين انا من مكتوبي وانا معلم في نسمع. هذا امينو كيمو قال حتى انت زاد نوفل تمشي بالبيستون علاش ما تعدي كان في بالتي ودالي بن جمعه لورك اللي رابور هذوما ح عمره ما سمعنا تعديو في جديد نتاعهم معناتها برشا جروب سي فري معناتها ما نعرفش شنو الاشكاليه ما نعرفش شنو المشكله انا اللي نعرف وانا ما عنديش مشكله مع كوستا ولا مينو ما نعرفش علاش ما وصلتش ما دارتش الحكايه لو عارف معناتها هذه اوكازيون باش يتسمعوا كوستا ومينو ديجا التيتر اللي تعدى توا معناها اسمه بنتي كان تعدى كامل نتصور معناها توا شعب كامل يطلبوا معناها باش يعاود يتعدى مره لا هو باش يعاود يتعدى كامل مينو معناتها احنا خاطر مشكله وقت عندنا باش يعاود يتعدى كامل راه مانيش عادين اكستريم معناتها محقرانية قال الراجل ما هو باش يتعدى كامل دي جي كوستا زاد يتعدى كامل مرسوت نتاعك عندك برشا مرسوت باهين المفروض فما راب تونسي راهو مش معناها باش نفسر لك مش راهو كوستا ولا فما برشا رابيرات راهو يحقوا مش كوستا رانا جينا لهنا سمعنا جينا لهنا راهو على الراب التونسي رانا ماناش على ام سي دانات معناها محمد علي بن جمعه ولا معناها حكايه كيما هكايا فهمتني كما قال لك هذاك بالك عجبتني برك برشا دانات تعرف دانون البارام تاعهم زيدان انا البارام تاع دانات شوف انا وانا ولطفي دوبل كانو انا وزيدان ولطفي دوبل كانو عملنا كومباني نتاع نجمين نحب في الاخر الكلمه بعد اذنكم كوستا نحب بالواحد كلمه الاخر باختصار خاطر ما عادش عندنا وقت كوستا ماذا بيا انا تو جاي الميساج اللي نحب نوصله راهو نقول لعبيد شمكم في دي جي كوستا هذاك على روحه نحب الراب التونسي نحب موجه للميديا تلهيو بالرابر والله عندنا مواهب اقوى من برشا من العباد اللي معناتها ماخذين حظهم في البلايص الكل مستأثرين برشا العالم فما عباد معناتها مانيش نحكي على التوانسه نحكي حتى نانسي ودرا شكون العالم الكل ماخذين حظهم فهمتني اعطيو للتوانسه شويه حق اعطيونا حظنا مينو الكلمه الاخرى نتاعك والله الكلمه الاخرى اللي ان شاء الله كان خممت باش نهبط البوم معناها الجاي فهمتني لي ميزون ديسك باش يتعبوا ياسر تعرف علاش؟ علاش؟ على خاطر الالبوم الكاسي اللي باش نطلبوا عليهم كيما الله اعلم انا اي ارتيست اخر فهمني بقدره فهمني واضح على خاطر حقرونا ياسر والحقره خايبه صاحبي محمد اللي بنسمع الكلمه نقول نطلب السماح من الجمهور اذا كثرنا اليوم عليهم واللي يسمعوا فينا سينو اون ا بوكو دو بوين كومان مع لي ارتيست هذوما انا عندي بوكو دو بوين كومان نختلفوا في حاجات في الاخر اللي قالوا كوستا توا انا قلت عندي عام وعام ونص في لي ميديا يلزم لي ميديا يحلوا ببالهم بور تو لي رابور بوين على ليني انا جو سوي معناها قاعد نقول جو بو با بلير ا تو الموند مي لا شاتي مي كانتاري واضح نزار نزار يقول معناها ديجا حلوه لما ذي ميم سي فما شويه فري ستايل صار فيها واحد وخرج على الموضوع دونك ان شاء الله راب تونسي قدموا وما ننساوش ديما القدم وجدد القدم ديجا اللي حلموا حلمه كبيره وبدات تكبر بريود اللي انا مازلت ندانسي مع سيم بالخوجه انا وقتها قاعده رافي القدم نشكرهم وان شاء الله رافي قدم وان شاء الله نعملوا دي بروبي على طول سيم بالخوجه جايتنا شويه اخر شكرا لدنجر اللي ساهم شي لمكم ونطلب من دنجر كل ما يبدا فما جديد اكيد كوستا ومينو ودالي ونزار وغيرهم ان شاء الله ان شاء الله تجي المره الجايه كل واحد يجي حذانا باش يحكي على الجديد نتاعو مش نعملوا كلاش نعملوا توب جان توب ديس مره في الجمعه اللي راهو يشجعهم حتى هما باش يخدموا Yeah.